مشاهدينا، دعونا نروي لكم قصة طفل من العراق يمشي حافيا شبه عاري يبحث بين الثرى الذي تفوح منه رائحة الشهداء عن خردة يبيعها، ولا يدري أنه يمشي فوق خط أنابيب من الذهب الأسود ترهبه دول الغرب مساسته بأبخس الأثمان لينعم أطفالهم برخاء كرماء آمنين تضحك لهم الحياة ويبكي الموت على أطفالنا. لماذا أيها النفط العراقي جئت بديلاً على الإنسان العراقي؟ لماذا جئت بهذه الضخامة والقوة والانتصارات؟ وجئنا أمامك بهذه الضآلة والهزائم؟ لا ذنبلك، فهناك أناس في العراق سمعوا أن الوطن غال فباعوا. دمتم أينما كنتم في أمان الله.